قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله. وفي هذا دليل على إثبات كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء إثباتها معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الكرامات لا توجد، لأنها يعني الكرامة لو قيل بها لاختلطت بالمعجزة. ونحن نقول كرامات الأولياء ثابتة، والنصوص كثيرة من حيث السنة النبوية، والكرامة هي الأمر الخارق للعادة، بمعنى أنه من غير المعتاد أن يحصل هذا الشيء. فنقول الأمر الخارق، انتبه هذه قاعدة، الأمر الخارق عن العادة، بمعنى كمثال لو أن الإنسان مثلا في سفر وكان معه مثلا سيارته مثلا، وإذا بهذه السيارة فرغ منها ما يسمى بالوقود، ثم إذا بها تشتغل، هذا أمر خارق عن العادة. فإذا هذا الأمر الخارق عن العادة، وهذا كمثال، وهذا كمثال، هذا الأمر الخارق عن العادة إذا أجري على يد نبي فهو معجزة، إن أجري على يد عبد صالح تقي لله عز وجل فهي كرامة، إن أجري على يد فاجر فاسق فهي شعوذة وسحر. ولذا قال بعض السلف لا يغرنك الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء حتى تراه عند الأمر والنهي، عند أمر الله، عند نهي الله، هل هو من المتقين أم لا. ومن ثم بهذه القاعدة تعرف المعجزة، وتعرف الكرامة، وتعرف الشعوذة.